عاجل. كورونا في اليمن تسجيل 3 حالات وفاة و22 إصابة. أعلنت السلطات الصحية في اليمن الاثنين تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي حضرموت ومأرب. اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في تغريدة على تويتر رصدها كريتريسكي إن محافظة حضرموت سجلت 20 إصابة مؤكدة، فيما سجلت مأرب إصابتين، وأشارت إلى أن حالات الوفاة المسجلة خلال الساعات الماضية بلغت 3 حالات جميعها في محافظة حضرموت وحالة شفاء في حضرموت وشبوه، وبلغت الحالات المسجلة في حضرموت وحدها 797 إصابة منها 244 وفاة. إن إجمالي الإصابات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والبالغة 1826 إصابة منها 518 وفاة و915 حالة تماثلت للشفاء.